رجعنا لحضراتكم وفقرتنا الرئيسية النهاردة على الهواء، والموضوع اللي هنتكلم فيه عن الأفلام اللي كان موضوعها الرئيسي انتصار أكتوبر العظيم. الانتصار ده اللي تحقق من 52 سنة، ولكن ما زال هناك الكثير والكثير اللي ممكن تحمله السينما وأفكار المبدعين وسيناريوهات والنجوم ممكن يقدموه عن بطولات الشعب المصري العظيم وجيشه العظيم في هذه الحرب. الأفلام كتير الحقيقة اللي اتكلمت عن حرب أكتوبر، أو كان التيمة الرئيسية فيها الانتصار في حرب أكتوبر، حتى وإن كان يعني مغلفة بقصة حب مثلا بين البطل والبطلة أو غيرها. هنذكر منها مثلا على سبيل المثال العمر لحظة، أبناء الصمت، حتى آخر العمر، الوفاء العظيم، بدور، حائط البطولات، الرصاصة لا تزال في جيبي، القصة والسيناريو والحوار، الإخراج، ظروف التصوير، الزمن اللي تم فيه إنتاج هذه الأفلام كلها هتكون كمان محاور لحوارنا مع ضيفنا اللي بيشرفنا في هذه الفقرة، المخرج والناقد السينمائي الأستاذ عصام أبو غريب. منورنا يا فندم. أهلا وسهلا، منور بيكم. شكرا جزيلا لتشريفك لينا. الشكر لحضرتك والسادة المشاهدين. الحقيقة المناسبة عظيمة جدا، يعني انتصار أكتوبر. السؤال دايما يعني بيجي على ذهن أي مشاهد لما بيتابع أحد الأعمال أفلام أكتوبر، هل السينما أدت أكتوبر حقه من خلال هذه الأعمال أم لا؟ لسه هناك الكثير زي ما بنقول. نعم. والله هو الأفلام اللي تم إنتاجها عبر 50 سنة أو 52 سنة من حرب أكتوبر إلى الآن، بالتأكيد طبعا مش كفاية، لأنه بطولات أكتوبر بطولات عظيمة ولم يتم سردها بشكل كامل إلى الآن، وسيبقى التاريخ ذاكر لهذه الانتصار العظيم، وسيذكره الأجيال المعاصرة والقادمة بعد إعلان العبور، ويتحدثون عن فيلم يعبر عن هذه اللحظة ويؤرخ لها للأجيال القادمة. شوف العظمة، لم ينتظر سوى ساعات على اتخاذ القرار، فيكلم أستاذنا رمسيس نجيب إحسان عبد القدوس: يا أستاذ إحسان، احنا عايزين موضوع يعبر عن اللحظه. كان جاهز، فيقول له ان الروايه جاهزه. الروايه جاهزه، انما ناقصها ايه؟ ناقصها لحظه العبور، لحظه الانتصار. وكان يعني الحقيقه ده بيخلينا نقول ان كمان لازم واحنا بنتابع الافلام دي النهارده بعد مرور 50 سنة و52 سنة على العبور، ان احنا يعني نراعي ان اسلوب التصوير، اسلوب المونتاج، التكنولوجيا اللي كانت موجوده في التوقيت ده، لان يعني الموضوع اختلف تماما في تكنولوجيا التصوير وتكنولوجيا الانتاج السينمائي. فلازم ان احنا نبقى يعني عارفين ان قد ايه المبدعين دول بذلوا جهد، لكن في ظل الامكانيات اللي كانت موجوده في التاريخ ده. كيف الأفلام اللي كانت قصتها من ملفات المخابرات؟ لو احنا اتكلمنا عن فيلم زي الصعود للهاوية، فيلم عظيم وفيلم قوي جدا جدا، والمنفذين كلهم نجوم، على رأسهم أستاذنا الكبير كمال الشيخ. نيجي نشوف الأستاذ محمود ياسين في تجسيده لضابط المخابرات وأداؤه، أتصور إن إحنا عمرنا ما هنتخيل إن ده تمثيل أو إن ده أداء.
الوطنية في الأداء. هو من الجميل إن الفيلم يعني وصل إلى 50 سنة، اليوبيل الذهبي السنة دي. غرفة عمليات حرب القوات المسلحة، بس طبعا يعني السينمائيين بقى قادرين على صياغة الفكرة يعني. وده اللي أنا أتوقعه. ده اللي أنا أتوقعه زي ما حضرتك تفضلت وقلت يعني إحنا ممكن نشوف إيه؟ ممكن نشوف بعد كده إيه أحداث غرفة العمليات أثناء العبور. أمر العبور صدر من غرفة العمليات. بعدها كان بيحصل إيه؟ لما وصل خبر النصر والعبور إيه اللي حصل؟ غرفة العمليات إيه اللي تم؟ لا ده إيه اللي حصل؟ بقى هي كمان يعني مادة محببة جدا وسرية وفيها كتير من عناصر الدراما اللي ممكن إن هي تصنع يعني فيلم سينمائي إن شاء الله ناجح. الحقيقة يعني نتمنى كل التوفيق للسينمائيين في إن هم يبدعوا لنا ويطلعوا لنا ويتحفونا بعديد من الأفلام اللي بتؤرخ لهذا النصر الكبير التاريخي، الحقيقة مش لمصر فقط لكن لكل الأمة العربية. يا رب. الناقد والمخرج السينمائي الأستاذ عصام أبو غريب شرفتنا، شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك وكل التقدير كمان لمشاهدينا اللي تابعونا من خلال حلقتنا النهاردة وبنصبح عليك. هنقابل حضراتكم الخميس القادم إن شاء الله، بكرة أسرة جديدة في انتظاركم. تحياتي دائما حازم أبو السعود.